صافي نبداو سعيد، نبداو على بركة الله، نتوكلوا على الله. السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكالعادة كنحاولوا اننا نتبعوا ما امكن الحالات الانسانية اللي كيدوزوا على قناة الشعب قناة شوف تي في، وخصوصا إذا كان تجاوب من طرف المحسنين ومن طرف المتتبعين. أكيد كنحاولوا نبينوا أن الحمد لله أن المغرب راه باقي بخير، وأن كاين الناس محسنين وكاين الناس اللي كيبغيو الخير للناس لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن. حالة السندريلا الجميلة الطالبة اللي كلكم تبعتوها وشفتوا معنا الحالة المزرية والمأساوية اللي كانت كتعيش فيها هي والعائلة ديالها، هي والاب وجوج خوت والام. ولكن الجميل في الامر ان بالرغم من داك الفقر المدقع اللي كانوا كيعيشوا فيه وديك البروده والشر جم دايرين لغي الجورنال، ولكن من رحم هذه المعاناه ورحم الفقر ورحم الالم تولدت واحد الشابه جميله كتقرا طالبه في الكليه وكتجيب كتحصل على نقاط جد عاليه لهي لاخوتها. الحمد لله المحسنين كنشكروهم جزيل الشكر، شكرا لكم، شكرا على القلوب ديالكم الطيبه، شكرا على الانسانيه، شكرا على القيم العاليه، شكرا على ولو كلمه طيبه. ملي كتهز التليفون وكتعيط بحال هاد الشابه هادي كتموتيفيها بواحد الكلام طيب راه كتعطيوها واحد الامل في الحياه، عكس بعض الناس اللي شويه خصهم يمشيو يترباو. الله يهديهم، حنا تنقولوا لهم الله يهديهم، عوض ما يهز الهاتف ديالو ويعيط لهاد البنت ويموتيفيها ويدعي معاها واخا ما يعطيها والو، كيبقاو يهزو كيبقاو يتفلاو. اليوم رجعنا عند الكتكوته هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك عليكم سكينه جديده. الله يبارك فيك، شكرا بزاف. نتمنوا نجيو عندكم في داركم ان شاء الله. ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. علاش لا، مرحبا بك. ان شاء الله. بعدا كي دوزتي الامتحانات؟ الحمد لله دوزناهم، كانوا في المتناول وداكشي مزيان. اش دوزتي اليوم؟ اليوم دوزت واحد جوج مواد في الشعبه اللي كنقرا انايا، هي قانون. قانون دوز قانون الأسرة، قانون الأسرة والمسؤولية المدنية. إيه وداكشي غادي مزيان، جاوبتي مزيان الحمد لله. ما نقلتيش؟ لا لا، ما كاينش النقلة والو، كاينة الحفاضة، كاينة الحفاضة. تبارك الله عليك. انت اش من سنة هاد العام؟ الثانية. السنة الثانية ان شاء الله نشوفك بالإجازة، نشوفك بالماستر، نشوفك الدكتورة، نشوفك ان شاء الله محامية كيف ما بغيتي او في اي تخصص كتمني. دابا بديتي كتقدري تحفظي على الأقل. عاودي لنا عليك، تعقلي على المعاناه ديالك. غير في الامس القريب. دابا وليت كنقدر نحفظ، يعني مكاينش غموض، يعني كنبقى نقدر نمشي على الضوء في الليل عادي. شحال ما كنت كنقدر نمشي على الضوء؟ لا ما دوك البولات حيتهم خبيتهم. جبتيهم بعدا؟ جبتهم. هادو كتبقاي تبقاو عندك في الذكريات. حتى نرجع لي عاوتاني رجع معايا. لا ما بغيناكش ترجعي بنتي، لاكس حنا بغينا لك شي حاجه افضل، وبغيناك عوض ما تبقاو في ديور الكره، بغينا لكم شي دويره ديالكم ان شاء الله. علاش لا ان شاء الله؟ علاش بنتي كتقولي ترجعي؟ ان شاء الله ما غاديش ترجعي ان شاء الله. تفاعلوا معكم المحسنين؟ الحمد لله الحمد لله، كاين الناس عاونونا وكرينا دابا. بريطما زوينه نقيه مسبوغه، داك الشيء على قد الحال، ولكن كيدخل لها الشمس. كيدخل لها الشمس، اهم حاجه الشمس. الحمد لله الحمد لله. شنو احساسك بنتي وداركم واحساس خوتك؟ الحمد لله احنا فرحانين، واخيرا قدرنا اننا نقاوم مكان في اننا نحافظوا، فين اننا نحافظوا شحال من حاجه، اشني هي شحال من حاجه ناكلوا مثلا، نتفرجوا. حتى ما فهمتي كان الضيق، ما كناش كنقدروا التلفازه، ما كتبقاش شاعله، وهي اصلا التلفازه خاسره. شنو سميت التلفازه ما كتبقاش شاعله اصلا، هي راه خاسره اصلا، هي راه خاسره راه طافيه صافي. كنقدر يعني ما بقاش عندكم بيت واحد كتاكلوا فيه شربوا فيه تنعسوا فيه الواليد والوالده وانتي وخوتك؟ شحال من بيت دابا كاين؟ كاين بيت وبيت، جوج بيوت. بيت وبيت هي جوج بيوتها؟ هي جوج بيوت. ايه ما صحبش انا بيت وبيت، هي جوج بيوتها. جوج بيوتها وواحد المراحل مريحة وصافي وطواليت. الحمد لله كرم من عند الله سبحانه وتعالى. ديك الساعة كان عندنا بيت وكوزينة وطواليت مشروك مع الجيران، دابا بوحدنا. فرحتوا؟ فرحنا فرحة كبيرة. فرحة كبيرة والحمد لله شكرا لله. عرفتي الفرحة ديال الإنسان اللي كيكون محروم من واحد الحاجة وتعطيها لله سبحانه وتعالى، عكس بعض الناس اللي عاطيهم ربي كل شيء حتى حاجه ما بقات كتفرحهم حيت كلشي في المتناول ديالهم، ما كيعرفوش بقيمه الاشياء. دابا حنا تنشوفوا بعض الناس انهم ما كيعرفوش بقيمه الاشياء،
عطاهم الله كل شيء، لدرجه ولا اي حاجه بالخير. طبعا حنا ما تنحسدو حتى شي واحد، بالنعم ديالو الله يكمل عليه بالخير، ولكن الله سبحانه وتعالى عطانا النعم باش ناكلو ونوكلو. راه كاين اللي كيخسر الفلوس غير في الخوال خاوي، الولاد يعطيهم، يعطي لهادي يعطي، يعني ما بقاش ديك الفرحه، ما بقاتش عند بعض الاطفال، ما بقاتش عندهم ديك الفرحه بحال اللي كنشوفوا في وجه ديال هاد الطالبه هادي، بحكم ان اي حاجه بغاها كيلقاها. حنا نتمنوا من هاد الناس هما اللي يعاونوا بحال هاد الوليدات، ويعاونوا خصوصا بحال هاد البنيته اللي عندها واحد الطموح، باغيه تقرا، باغيه تخدم، باغيه توصل، باغا تبدل من حال لحال. عاونوكم الناس شويه. الحمد لله عاونونا واستطعنا اننا نكرو هاد كرينا هاد الفصيل، والحمد لله. اول حاجه درتوها بدلتوا البلاصه فين كتسكن؟ اول حاجه درناها فكرنا فيه بدلنا البلاصه. نفسيا ارتحيت يا بنتي؟ الحمد لله ارتاحينا. دابا دابا تنسيحان كيفاش مشيتي ليه؟ سهل، دوزنا في الدار. مشيتي انت دوزتي عن بعد؟ دوزنا عن بعد صافي. قلت كي دايره الامتحان عن بعد؟ عاودي لي الامتحان عن بعد، جبدي التليفون، جبدي اللي بغيتي ديري ديري. صافي كتوصل في التليفون، صافي كتشدي التليفون، صافي كيطلع لك. ورينا بعد التليفون. ها التليفون، ها هو التليفون، ها التليفون اللي عندها، ها هو شفتوه. صافي كتجبدي التليفون صافي، وكتخرجي داك الشيء الاسئله كيعطيك، كيعطيك انك تزيدي القدام، ما تقدريش تراجعي اللور. فهمتي؟ يعني هذوك من بين الامور التعجيزيه. باش ما تعطيكش ديك الفرصه فين تنقلي ولا تخرجي ولا تدخلي لهنا ولا تدخلي هكا. صافي كتزيدي القدام وما كتراجعيش اللور، يعني ما عندكش فرصه انك تشدي تقلبي على اسئله ديال الناس اللي فحال فحال. حيت ماشي فحال فحال. صافي كتخرج راسك. وانت باغا تزيدي القدام ان شاء الله. ان شاء الله بلا اسئله، حنا بغيناك تزيدي القدام. ان شاء الله بغينا نزيدو القدام يا رب. كي داير الحال النفسي ديال ماماك ديال باباك؟ فرحوا فرحوا، عجبهم الحال. صافي وعجبهم الحال وفرحوا وقالوا لي شكرا. دابا شنو باقي خصكم يا بنتي؟ بالنسبه لي باقي خصكم فرياش، باقي خصكم شحال من حاجه. ما خصنا الفريش ما عندناش، والكونيكسيون على قبل الامتحانات ما عندناش كونيكسيون، والفريش والكونيكسيون كالتلفازه وشي حاجه فاش ندوز، حيت التليفوني مدير ما كي خصني نبقى نورك نورك عاد باش كيدير. دور دور واحد الدوره للتلفازه سعيد يشوفوها الناس، حاول دور التلفازه يشوفوا الناس غير التلفازه كيفاش دايره، راه هي كاتبه هذيك هي التلفازه وخاسره. ونشكروا الناس، كنشكروا الناس. وكاين واحد السيد الله يخلف عليه اللي دار لك شهر ديال كونيكسيون. شكرا. يخلصها عليك. شكرا. خلص لي وقرب يسالي الشهر. قرب يسالي الشهر. شنو كنتمناو شنو نطلبوا؟ الله شي محسن يعاوننا على قبل الانترنت باش ولا شي شركه من الشركات ديال هذا الشيء ديال الاتصالات، شي شركه من هذه الشركات المعروفه انها تعاوننا وتعاون هذه الطالبه الجميله بشي كونيكسيون. مكرهناش شنو اخر؟ مكرهناش شي شركه انها تعاوننا بالكونيكسيون، وما عندناش زعما الهواتف الذكي، يعني شي هاتف ولا شي حاسوب فين اننا نقدروا نخدموا بأريحية اكثر. فين تقراي؟ باش تقراي؟ باش نقراو ان شاء الله. ان شاء الله، يعني هادو من الاشياء المهمه اللي ضروري خصها تكون عندك في حياتك. انك تتقراي بهم. حيتاش كتقراي بهم وكدوزي امتحان عن بعد، دابا حيتاش كاين كورونا وداكشي كندوزو عن بعد. كانت عندكم الكونيكسيون في الدار الاخرى ولكن مقطوعه، ما قدرتوش تخلصوها. كانت مقطوعه ديك الساعه فاش جيتي. صافي خلص لينا دابا، دوزنا كندوز بامتحان. دوزي بامتحان. بالنسبه للاب ديالك واش يقدر انه يشري لك مثلا هاتف ذكي او لا تابليت او لا شي حاسوب او لا يخلص لك شي اشتراك ديال الانترنت؟ يقدر الوالد؟ انا بابا كان كيتكافى مع الكرا، يلا كان كيتكافى مع الكرا، وحيتاش هو طالب معاش وحيتاش ماشي زعما مستقر، يعني يلا كيتكافى معاه المصروف، وحيتاش كاينه انا واختي وخويا، يعني ما يقدرش كنا يقدر لينا كونيكسيون، وكنا اللي بغى شي حاجه يشري ليه، يعني ما عندوش كيفاش. يعني لا دخل، لا دخل مسكين، دخلك 10 دراهم ولا هذا ما تقولها لحد. كيقول لنا نادي يلا كنجمع يلا باش نصرف عليكم، يلا باش تاكلوا. هادشي هو اللي كيدير. كنتي لقيتي مشكل فهادشي ديال الانترنت وهادشي ديال باش تكونيكتاي وباش تقراي وباش انت تشوفي كي البنات وتهضري مع صحاباتك وتعرفي اش فين غدا وهادي فين، كنتي لقيتي مشكل؟ لا كنت لاقيه، وكنتمنى ان هذا المشكل يتحل ان شاء الله،
ان شاء الله كيف ما تحلوا المشاكل شويه المشاكل تحلات كنتمنوا هذا المشكل حتى هو يتحل. كنتمنوا يتحل هذا المشكل حتى هو ان شاء الله. المشكل ديال السكن راه حنا ما كرهناش يتحل الحمد لله، ما كرهناش حنايا شي محسن يتكلف لكم شي دويره حتى هي ما كرهناش والله ما كره انكم كتستاهلوا بكل صدق. ان شاء الله ما كرهناش حد زعما يعطينا شي دار يعني ما نبقاوش في الكرب مره. والحمد لله واخا دابا الحمد لله دابا راكم فرحانين الحمد لله واخا دابا راه حنا فرحانين. دابا نهضروا غير باش تقراي، خصك دابا غير باش تقراي لا انت لا خوتك. خاصني خاصنا الكونيكسيون على قبل القرايه وصافي هادشي اللي خاصني كونيكسيون فاش نقرا هادشي ديال القرايه. يعني اشتراك باش تخلصي مثلا واحد المبلغ ديال الكونيكسيون كل شهر صعيب عليكم؟ صعيب علينا بزاف. مهم حنايا هادشي هو اللي بغينا ديال القرايه، ماشي مشكل زعما هادشي ديال التلفازه والحوايج ماشي مشكل نصبروا فيهم، مهم القرايه. المهم هو القرايه، المهم خصنا الكونيكسيون باش نقراو، خصنا شي بيسي ولا شي تابلت باش نقدروا فين نشوفوا القرايه. فين نشوفوا القرايه يعني دابا هما من الاحلام ديالك هما هادشي باش كتحلمي؟ ما قراتش هادشي اللي كنحلم به. احلام بسيطه جدا واي واحد ممكن انه يقدر يحققها لك. شوفوا الاحلام وبساطه الاحلام، كنتمنى شي تابلت ولا شي بيسي وشي كونيكسيون اللي تكون دائمه باش نقرا. احلام بسيطه لهاد الشابه اي واحد ممكن انه يحققها لها، وتنتمنوا اكيد كيف ما تحققوا احلام بسيطه الاخرى ديال السكن وديال ان بعدا كاينه حيدوا ديك الروينه وحيدوا. كنتمنوا هاد الاحلام حتى تحقق لها يا ربي ان شاء الله يا ربي. شحال باقي لكم في الامتحانات؟ بقى لنا هاد السيمانه كامله. غدا كنتمنوا هادشي يتحقق قبل ما يكمل السيمانه. كنتمنوا يتحقق قبل ما تكمل هاد السيمانه ان شاء الله يتحقق هادشي. الا جاتك مثلا شي طابليت وشي شي واحد قال حنا كنتبرعوا بواحد طابليت ولا واحد بيسي بواحد الكونيكسيون مجانيه لمده مثلا 6 شهور ولا هادي، شنو غادي ديري؟ غنفرح وغنقول لي شكرا بزاف وان شاء الله الله يجعل لك في ميزان الحسنات وشكرا الله يرحم والدين. يا ربي امين، كنتمناو يا ربي امين. شنو تقولي للناس اللي عاونوك؟ شكرا بزاف الناس اللي عاونوني والناس كاين شي وحدين صونوا عليا دعوا معايا الله يسهل عليهم. هذوك المساكين اللي ما لقاو ما يعطوك. هذوك اللي كيصونوا عليا عطاوك الكلمه الطيبه. كيدعوا معاك وصافي كينصحوك كيقولوا لك القرايه مهمه والله يسهل عليك ان شاء الله والله يسهل عليهم حتى هما. وشكرا بزاف كنشكرهم بزاف. بالنسبه للناس اللي كيعيطوا وكيتفلاو شنو كيقولوا لك؟ الناس اللي كيعيطوا كيتفلاو بحال واحد الواحد مثلا كيبقى يقول لك شوفوا انا نشري لكم دار ولكن جيبوا لي 7000 درهم. هذوك النصابه. هذوك راه النصابه. نسكتوا التليفون ما عرفت فين درتو والله ما عرفت فين درتو. من بعد فين درتو هاري هاري هادي يا بنتي باش نسكت التليفون خليته باش. اذا غنختم معكم مشاهدي قناه شوف تيفي هذا البث المباشر على امل اننا نتلاقاو بكم في مباشر اخر باذن الله. الى اللقاء.